أيوة، بداية الحمد لله، بداية اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيوة، مش getting overwhelmed and so many activities. There's a lot of إشارات. مش أنا عارفة. أنا yes مش هدي أعصابي كده، والحمد لله. تقولي الحمد لله، قولي الحمد لله. You wanna dance with somebody, you wanna dance. طب ايش رأيك؟ بصي، أنا أقول لك على حاجة. شوفي، الله الله الله، شوفي كنبة، الله كنبة. بصي، يس يا مش رأيك؟ كنبة. ها، وضع رأسي. خلاص، كفاية وضع رأسي، خلينا في وضع الأفق. هيلا، مساء الخير، هيلا، مساء الخير. رايت. وبعدين تثبيت مؤقت. رايت، تثبيت مؤقت طبعا لازم. التثبيت المؤقت ده أحلى من التثبيت الغير مؤقت. رايت. سو يحدث الآن. مش أيوه، يحدث الآن. مش الحمد لله، الحمد لله. مش وجدت نفسها على قيد الحياة في مشهد بيجي لها منه طاقة من جميع الاتجاهات. يعني شوفي، أنا أقول لك the thing is الحمد لله. يعني في يوم الرب، في الساعة لا ريب فيها، في هذا الموقع الجغرافي، فاهمة كيف؟ بتجيكي إشارات من العين، بتجيكي إشارات من اللسان، بتجيكي إشارات من الإذن، بتجيكي يعني بتجيكي إشارات من كل حتة، فاهمة كيف؟ القلب برقص إشارات. الحمد لله. أوكي، يعني ثبتك الله. ايوه، واكلة شاربة نايمة، بتروحي الحمام لوحدك. في بنت اخوكي وبنت عمتك، عاملة لك like يعني she send you there. yeah you look جاتك إشارة، معلومة من العالم الخارجي انه البنوته كبرت، يعني ما شاء الله، اللي هو عندها معرض. alright yes that's عامل لك yes it's amazing. فنقول الحمد لله، هذا قدر، هذا اسمه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، بيرزقك انك تشوفيها. اللي هو شبر ونص حيكبر ويروح القمع. ندر علي اجيلكو ولع شمعة من شمعة لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح القمع. راحت الجامعة وتخرجت وصارت she's an artist و she's a dancer، وبنت زي العسل، بنت زي العسل، خلاص خلق الله. هاي أمة سيدي محمد بنور الله، يعني سبحان الله. فاسمها انه you were the witness، as مش يعني مش ثبتك الله، you were the witness of all that history and now you عندك علم انه حتشوفي her art hanging on the walls and it's like amazing، صح؟ لأنه once upon a time yes في 2001 أكتوبر، عدد 2 أكتوبر 2001، الأخت الشريفة الطاهرة السيدة المحترمة خرجت من رحم أمها للأرض، للدنيا، خلاص. ف simultaneously يعني في نفس الوقت كنت كمشمش، يعني كان عندك معرض مشترك مع رنا بنت عمك، فهي خرجت من المستشفى مع امها
وجات المعرض وانتوا قاعدين تجهزوا right and and احنا في احنا احنا في 2023 right so how old this lovely lady is صحيح. That's what she's doing in life. That's her يعني it's her journey and it's لفت 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 and you have يعني ان شاء الله ان شاء الله اذا ربنا اراد يعني ودينا يعني العمر ولا يعني القدره على انه حنشوف انك تردي لها الزياره. هي جات زارتك في المعرض حقكم تقوم ايش تروحي تزوريها في المعرض حقها and اللي هي زغرتي ورقصي وانبسطي خالص ها تقول الحمد لله هذا رزق هذا عطاء البهجة المحبة الحلويات. art is not a luxury, art is a necessity in life, it's one of the essential. الله سبحانه وتعالى ادانا القدرة على يعني من اسمائه البديع والجميل ها والمصور وفي حاجات فهي اسمها مجد خلاص يبقى المجيد ها فعال لما يريد حميد مجيد فعال لما يريد فعندها من نور الله ومن نور سيدي محمد خلاص فلازم الا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خلاص ايوه هادي بالله بقى يعني الرقص حلو. القلب قاعد يرقص و فانت جيتك اشارات من جميع الاتجاهات اهو الحمد لله ايوه نقول بقى ايش نقول الحمد لله حتى يرضى الله الحمد لله حتى لقاء الله الحمد لله وكفى والصلاة على الذي اصطفى يا مصطفى يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب قلوبي ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى أهل بيتي الكرام اي والله عاد ايش هنسوي بنت 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 رسول الله شفت كيف ايوه مدد يا اهل المدد ومدد يا ستي فاطمه ومدد يا ستي نفيسه ومدد يا سيدي علي ومدد يا سيدي الحسين ومدد يا سيدي مدد يا اهل المدد الحمد لله يس كفايه يعني هو الحمد لله وخلاص صدقيني رايت